السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخواني واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والغناء في معهد دراسات الموسيقية العراقي. اتشرف بكم اخواني، واليوم عندنا تمرين يضاف الى التمارين الاخرى وهي تقوية الاصابع والريشة، وهذا مهم جدا للمبتدئ اللي يحب انه يتعلم آلة العود. نلاحظ امامكم هذا التمرين، نشوف امامكم. طبعا هذا تمرين مقام العجم، راح يصير عندنا بدايته بمفتاح صول، ثم القوس اللي اتفقنا عليه اينما نجد هذا القوس في النهاية انه راح يكون اعادة، و قراءة راح تكون دو ري مي فا، ري مي فا صل، مي فا صل لا، فا صل لا، ري مي فا صل، مي فا صل لا، فا صل لا سي، صل لا سي، مي فا صل لا، فا صل لا سي، صل لا سي دا، لا سي دا، دا سي لا صل سي لا صل فا، لا صل فا مي، صل فا مي. هذه اللحظة إنه التكملة مالته نكملها. صل فا مي ر فا مي ر لا صل فا مي، صل فا مي ر فا مي ر دو مي ر دو. يعني لاحظ هذا التمرين، طبعا هو جدا مهم. شوفوا بدايته بالدو ونهايته بالدو، ودليل بعد المفتاح الموسيقي لا يوجد بمعنى عجم الدو او عجم سلم الدو. الآن راح نبدي نعزفها أمامكم إن شاء الله، راح يكون كالتالي. أخواني وأصدقائي، لا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية، ولا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي، وأتشرف بكم وأهلا وسهلا بكم، ونلتقيكم على خير إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.